الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه حبيبنا محمد شفيع الامه عسلامة ومرحبا بكم حبيباتي اليوم في فيديو جديد من فيديوهات لمسات نوسة بمناسبة المولد النبوي الشريف معروف يعني عنا في تونس وعادة قديمة برشا وعادة ممتازة على الأخر ومحلاها وهذه على عادتنا وتقاليدنا اللي ورثناها من جدودنا وأمهاتنا أنه في المولد النبوي الشريف نعملوا العصيدة هذه عصيدة إز جوجو او السنوبر الحلبي ان شاء الله اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الوصفه نتاعها في فيديو مبسط جدا ويعني يعني باش تكون عصيده متاع العاده والسنه التونسية فإن شاء الله يا ربي تجربوها أو تنجح معاكم خاصة إنها باش تكون مقادير مضبوطة على الأخر وباش نقيسوا بالملعقة يعني لا ميزان ولا حتى شيء باش تكون وصفة بحول الله تنجح معاكم من أول مرة وما تلقاوش فيها حتى صعوبة لكن قبل كل شيء نحبكم تاخذوا بخاطري وتمشي لقناة صديقتنا ومنز بيست يسرى كيما تشوفوا هوني على الشاشة قناة مزيانة على الأخر فيديوهاتها قصيرة وصف وصفات رائعة جدا عملت لكم عصيدة اللوز يعني هذه عصيدة زيدة معروفة زيدة في تونس ونعملوها في المولد النبوي الشريف اللي عندها كمية نتاع لوز تمشي تطبق الوصفة هذه وتتفرج على بقية فيديوهاتها وتشترك عندها وتفعل الجرس صدقوني قناتها ممتازة على الأخر وأنا شخصيا ما فلتش حتى فيديو من الفيديوهات اللي تنزلها هي وان شاء الله من حسن الى احسن ولبناتا ونحط لكم رابط القناه نتاعها في صندوق الوصف ومشيوا لها وشجعوها بالكلمه الحلوه وان شاء الله يا تستفادوا من كل الوصفات اللي هي قاعده تهبط لكم فيها توا باش نتعداو للمطبخ وباش نشوفوا الوصفه نتاعنا بالنسبه لليوم اللي هي عصيده الزجوجو بالنسبة للمكونات نتاع عصيدة الزجوجو كيما تشوفوا انا خذيت سطل حاضر يعني زجوجو مرحي فيه 500 جرام انتم ما تقدروا تشروا زجوجو الحب هذيك تنقيوه وتغسلوه وتشمسوه في الشمس من بعدين تعرجوه شوية في الفور وترحيوه برحات اللحم اللحم المفروم يعني ثلاثة اربعة مرات حتى الوين يخرج كيف الخليط هذه مزيت يعني قر الزيت متاعه دونك الزيت هذاك هو اللي مشي بعد انها تجي كحله بعد ما نطيبوها دونك باش نكملوا نرضوا المكونات مش نستحقوا لتر ونصف من الماء الحلو وكوب صغير زيت مليان بالماء ونستحقوا الطحين ابيض يعني فرينه والسكر كما تشوفوا هوني جبت لكم الميزان باش نوزنوا قدش 350 جرام يطلعوا دونك حطيت البول والميزان طافي من بعد حليت الصفر باش ما يخليش الوزن نتاع البول هذيك وباش نجيبوا الفرينه او يعني الطحين الابيض وباش نبداو نحسبوا قدش من ملعقه توصلني ل 350 غرام لانه يعني الاغلب ما عندوش ميزان وما يعرفش 350 غرام قداش تجي دونك انا باش نحسبوها يعني مع بعضنا بالملعقه الكبيره يساوي 15 مغرفه كبيره مش مليانه مكومه مليانه شويه مش مكومه برشا دونك 15 مغرفه يجيونا 350 غرام من الطحين الابيض او الفرينه او دقيق دونك كيما تشوفوا هوني هاي ك 350 غرام يساوي 15 ملعقه كبيره من الفرينه نخليو الفرينه على جنب ونتعداو لنفس الشيء للسكر كيف كيف الميزان طافي نحط البول من بعد نحلو على اسفر ونزنو السكر نتاعنا بالملعقه الكبيره كيما شفتوا هكاك مكومه شويه دونك نبداو نحسبوا قداش من ملعقه تعطيني 250 غرام من السكر على 500 غرام زجوجو 250 جرام سكر و 350 جرام فرينة دونك كوني قاعدة نحسب انا لقيتهم 11 مغرفة كبيرة يساوي 250 جرام سكر تاو نزيد نكتب لكم المكونات تلقاوها في صندوق الوصف بالطبيعة للي ينسى دونك يرجع الغديكة يلقى الوصف يعني الوصفة مكتوبة دونك باش نجيبو اللتر ونص الماء هذيك باش نحطوها في بول كبيرة تكون واسعة هكاكا باش ناخذوا راحتنا بعد في التحريك ونصبوا خليط الزجوجو هذاك في وسط اللتر ونص من الماء ونحلوها بشويه بشويه حتى لوين تحل معنا ويعني ما عادش يقعد فما كل الكتل دونك هوني باش نستحق ايدي بتدعى نغسلو ايدينا قبل ما نبداو ونبداو نخلطو بالسيسه بالسيسه حتى لوين الزقوقو هذاك يتحل معنا على الاخر ويسيب روحو دونك من بعد نمشيو باش نزيدو الفارينة الفرينه هذه كما قلت لكم آه يعني 350 غرام يساوي 15 ملعقه كبيره كيما تشوفوا هوني از جوجو تحل ما بين يدينا باش نزيدوا توا الفارينه وكيف كيف نصبوا آه على الخليط هذاك ونحركوا بيدينا بالطبيعه او هوني تقدروا تعملوا الباتور بلونجون او الميكسر يعني انا هوني خيرت اني نستعمل يدي على خاطر هذه هي الطريقه العاديه والزمنيه نتاعنا كيما شفتوا صفيتها بالصفية المرة الاولى صفية واسعة شوية جوست باش نتخلص من التكتلات نتاع الدقيق ولا اللي قعدت لي وزدت هيك الماء اللي قلت لكم عليه هذاك شللت به هذاك الكمالة باش يعطيني الرسات الصحيحة كيما شفتوا بعد ما صفيت الزقوق هذاك الفاضل مشيت بالطبيعة ان نطيشو ما نستحقوش وتوا باش نتعداو المرحلة هذية اللي هي الغربال يكون يعني الثقب نتاعو يعني صغيره على الاخر ما تعديش هذايا الغربال باش نصفيو به القشره يعني اللي صفيناه التصفيه الاولى هذيك باش نحيو التكتلات نتاع الفرينه والتصفيه الثانيه هذيا باش نحيو القشره السوداء هذيك او الكحله متاع الزجوجو دونك باش نتحصل على خلاصه الزجوجو بالغربال هذايا هذه المرحله الضروريه خاطر ما يجيش الزقوقو فيه قشره برشا او يعني يتي القشرة نتاعو لازم يتصفى مليح مليح <متحدث> هذا هي الخليط نتاعنا بعد ما تصفى حضر كيما تشوفوا محليه ما نحكي لكمش على ريحته بنينه على الاخر وبالطبيعة قبل ما نحلو عليه الغاز نحضروا الكيسان نتاعنا قبل كل شيء لانه بعد ما تطيب ماذا بينا ديريكت نصبوها في الكيسين ما تصبرش لانه اذا خليناها باش تجمدلنا دلنا وهكذا ما نجمو نصبوها بطريقة آه مرتاحة دونك نحلو الغاز نتاعنا يكون آه يعني هادي على الاخر مش عالي آه برشا ونحطوا الطنجره متاعنا وهوني نستحقوا ضروري الملعقه لوح بالطريقه هذه ونبداو نحركوا حتى لوين تعقاد معنا يعني تولي بشويه بشويه تثقل وتعقاد معنا التحريك هوني دائما بصفه متواصله ومستمره صحيح نتعبوا شويه لكن بعد نتحصلوا على نتيجه ممتازه على الاخر كيما تشوفوا هوني بدات تثقل هكا في يديا وبدات تعقاد في المرحله هذه باش نلاحظوا انه فما كتل مش تخرج لنا مش تولي هكا تحسها مكعبرة ما نخافوش هذيك راهي عادي جدا الكتل هذيك تخرج توام من بعد كيف مع يعني نزيدوا السكر مع اضافه السكر باش تعاود تتحل وتسيب روحها ويجينا خليط سلس على الاخر دونك المرحله هذيك راهي ضروريه وما تخافوش منها نكملوا ديما نحركه بالطريقه هذيك لوين نحسوا انه سيء بدات تعقاد معنا على الاخر وباش نعرفوا الوقت اللي مش نضيفه فيه السكر بعد ما نهزو نحصوها يعني في دينا هكا ثقيلة ناخذوا ملعقة ونرسموا خط بصبعنا اذا كان لقينا الخطوط ما تحركتش هذيك راهو الوقت المناسب باش نزيدوا فيه السكر وكانت لحظة هوني زيادة مع إضافة السكر الخليط متاعي أو العصيدة متاعنا بدات تكحال يعني اللون متاعها يغمق أكثر وهيك الكتل الذيك بدات تذوب كما تشوفوا هوني في الصورة نكملوا التحريك نحلوا السكر مليح ونكملوا التحريك حتى الوين تبدأ تبقبق تسيب تصيب هيك في الفقاعات الهوائيه وقتها نطفيو عليها وتكون العصيده نتاعنا حاضره دونك كيما شفتو طفيت على العصيده وباش نبدا نعبي في الكيسان نتاعي كيما شفتو القوامه نتاعها سلس ومزيان على الاخر وما فيها حتى تكتلات وخاصه انه لونها يشهي على الاخر انا باش نكمل نعبي الكيسان وباش نتعدى باش نزينهم بالنسبه للزينه نتاعي ما نزينش الكيسان الكل نزين الا الكيسان اللي مش ناكلهم الاخرين نخليهم كيما هما عصيده فقط كيما شفتوا ال 500 غرام عطاني سبع كؤوس وست صحيفات صغار هيك الست صحيفات باش نخبيهم كيف ما هما في الثلاجة وقت نجي يجي وقتهم باش ناكلوهم انزينوهم لكن باش نزين قدامكم الست كيسان او سبع الكيسان هذوكم فقط باش نتعدي ونشوفوا الكريمه البيضه او الكريم باتيسير او المهلبيه على نكهه فانيليا شفناها في الفيديو اللي قبل هذه في عصيده البوفريوه تنحط لكم رابط الوصفه في رابط الوصفه نتاع العصيده البوفريوه في صندوق الوصف ارجعوا تشوفوا كيفاش العصيده كيفاش تعملت والكريمه البيضاء هذه زيادة كيفاش اعملناها كملت زينت يعني مليت الكيسان نتاعي بالكريمه باش نتعدى للزينه بعد ما بردت الكريمه نتاعنا باش نتعداو ونزينوها الزينه نتاعنا المكسرات المتوفره عندكم انا عندي شويه بندق شويه لوز شويه جوز شويه فستق شويه دنيا وشويه لوز امريكي وعندي لوز مرحي وفستق مرحي وانتوما المكونات اللي عندكم او المكسرات اللي عندكم متوفره تكفي بالغرض يعني وزينوها على كيفكم انا هوني بعد ما بردت الكريمه البيضه بطبيعه باش نزينوها باش ناخذ قدامكم فقط كاس نزينو قدامكم وباش نكمل نزينهم ونوري لكم الطبق النهائي فوالا هذه العصيدة متاعنا حضرت كيما شفتوا زينتها وكملتها ما نحكي لكمش على البنة والمنظر مزيان ان شاء الله يا ربي تكون الوصفة نالت على اعجبكم ننصحكم باش تجربوها وما تخافوش الوصفة هذه باش تنجح معاكم وما تنسوش عادة باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اذا كانكم جدد وبرتجيوا الفيديو مع صحيباتكم وحبيبكم باش تكبر القناة وين نخليكم في امان الله وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير بالسلامة